اللي ممكن يطور المعهد ويطور الحالة الطلابية انه يصير في مشاركات فنية من برا المعهد. يعني مثل اليوم مثلا شافي هذا الملتقى، هو شو هو الملتقى؟ هو منصة لتبادل وجهات النظر، الخبرات، نستمع. يعني انا اليوم كمية الأسئلة اللي سؤلتها من الطلاب رائعة وفيها مستوى عالي، وانا قلت لهم انا كنت جاي خايف لانه انا بعرف تماما طالب المعهد هو ما هو طالب عادي، هو طالب عنده بعد ثقافي وفني وفكري، فبده يسألك شيء مو سهل. في نجوم طلعوا لعالم الاحتراف أو ممثلين طلعوا لعالم الاحتراف، فضل كلمة ممثل على نجم، مرحبا كلمة نجم، يشاركوا مع الطلاب بتجارب. هذه التجارب بقى بصير فيها تبادل خبرة. التقى الإبداع هذا المشروع اللي أصبح اليوم علامة فارقة بتوجهها وبالهدف منه. نحن بنحكي عن تجارب ناس يستحقوا التكريم ويستحقوا أن نستزيد من تجربتهم. ضيوف ملتقى الإبداع هم ضيوف فنانين أصحاب التجربة القدوي لطلابنا.